هنبتدي دلوقتي المحاضرة الثامنة اللي هي بعد الميد تيرم. هتتكلم عن الكومباينيشنال سيركتس والسيكوينشال سيركتس وايه الفرق ما بينهم. هنشوف السلايد الجاية. السيكوينشال سيركت الاوتبوت بتاع السيركت بيعتمد على الانبوت والبريفيوس اوتبوت، الاوتبوت القديم اللي خرج قبل كده، فالاكس الجديدة بتساوي اكس القديمة زائد ايه هو الانبوت. فالاوتبوت الحديث البريزنت اوتبوت يعتمد على البريفيوس اوتبوت زائد الانبوت اللي داخل. فالسيكوينشال بتعتمد على الميموري البريفيوس فاليو اوف ذا اوتبوت، يبقى لازم عندنا ميموري ديفايس او جيت او ميموري ديفايس اللي هو ستور البريفيوس اوتبوت. فبيقول لك السيكوينشال بتاع الاوتبوت فانكشن من الباست value of the output and the present inputs. ادي الكومباينيشنال سيركت موجوده فوق اهي. ازاي نعمل منها سيكوينشال؟ ناخد الاوتبوت نعمل بوزيتيف فيدباك مع كلوك ونخرج الاوتبوت من الميموري يروح على البريفيوس ستيت، يدخل انبوت از بريفيوس اوتبوت البريفيوس ستيت، والانبوت اللي داخل على الكومباينيشنال لوجيك جيتس ويخرج الاوتبوت. يبقى الاوتبوت لا يعتمد على الانبوت بس، يعتمد على الفيدباك من البريفيوس اوتبوت ويدخل از انبوت تو ذا كومباينيشنال لوجيك جيت. كل الرسمه دي بتعبر عن سيكوينشال لوجيك سيركت، بتعتمد على كومباينيشنال لوجيك سيركت وبتعتمد على الميموري اللي احنا هنشوفه بعد شوية. في المحاضرة الجاية هندخل كلوك، والكلوك دي هتفتح الميموري يدخل البريفيوس ستيت، دي هيعملها بإذن الله الفليب فلوب، فهنشوفها في المحاضرات الجاية. فدي السيكوينشال لوجيك جيتس. الكومباينيشنال بتعتمد على الجيتس اللي هم الثمانية اللي احنا درسناهم. الباينري اوتبوت بيعتمد على الباينري انبوت فقط، دي البيسك لوجيك جيت. يبقى الكومباينيشنال اللي هي الثمانيه جيتس هنحطهم مع بعض ونعمل فانكشن معينه والاوتبوت يعتمد على الانبوت بس. السيكوينشال الاوتبوت بيعتمد على الانبوت زائد الستورد انفورميشن بتاعه الاوتبوت اللي هو اللي فات، الاوتبوت القديم. الجيتس اللي احنا هندرسها في الشابتر ده هتبقى كومباينيشنال سيركت بتعتمد على التلات حاجات، حاجه اسمها تروث تيبل عارفينها، وحاجه اسمها بولين فانكشن او وحاجه اسمها كارنوف ماب، هندرسهم في المحاضره ديت. الكومباينيشنال لوجيك سيركت هتتكون من التمانية جيتس دولت فقط. التمانية جيتس دولت هيعملوا الاوتبوت بيعتمد على الانبوت بس، فالاوتبوت ديبندز اون ذا انبوت فقط، نو ستورج نو ميموري نو فيدباك اوف ذا اوتبوت تو ذا انبوت. ده الكومباينيشنال لوجيك جيتس. هناخد كذا اكزامبل او كذا اكزامبل توري ازاي نعمل الانكودر والديكودر والمالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر والادر الفول ادر والهاف ادر. كل ده هنعمله باللوجيك جيتس بس، بيسميها كومباينيشنال لوجيك سيركتس. والتمانية جيتس دولت درسناهم قبل كده وعارفين الاوتبوت ريليتد تو ذا انبوت التروث تيبل بتاعتهم وكل حاجه درسناها قبل كده. الفرق بين الكومباينيشنال والسيكوينشال ان السيركت ديت ديبندز الكومباينيشنال على البريزنت انبوت بس، الانبوت بس. السيكوينشال سيركت تعتمد على الانبوت وتعتمد على الباست اوتبوت، الاوتبوت القديم. الكومباينيشنال نو ميموري ديفايس او نو ميموري يونت موجود فيها. في السيكوينشال في ذير از ا ميموري يونت
تو ستور باست اوتبوت. في الكومباينيشنال بتبقى فاستر اسرع، والسيكوينشال بتبقى سلوور. كومباينيشنال بتبقى ايزي تو ديزاين، سيكوينشال بتبقى ديفيكلت تو ديزاين. اكزامبل من الكومباينيشنال سيركت اللي احنا ندرسها في المحاضره ديت، هاف ادر وفول ادر، ماجنيتيود كومباريتور وملتيبلكسر ودي ملتيبلكسر، وانكودر ودي ديكودر، اند سو اون. اكزامبل من السيكوينشال سيركتس ار فليب فلوب، ريجستر، كاونتر، اند سو اون. الباينري ادر عندنا نوعين، هاف ادر وفول ادر. الهاف ادر بيجمع تو انبوتس ويطلع تو اوتبوتس بس. الفول ادر بيجمع ثلاثة انبوتس اللي هما A و B، التو انبوتس والكاري اوت، الكاري ان. الكاري ان اللي هي كاري اوت من زي 1+1 equal 0 وكاري 1. الكاري دي بتدخل كانبوت عشان تتجمع في الايه، في التو باينري نمبرز اللي بعد كده. الهاف ادر doesn't care about، بيطلع الكاري بس ما بيرجعهاش للانبوت مرة أخرى. الفول أدر بياخد الكاري ويرجعها تاني للإنبوت. يبقى هاف أدر بيجمع بس بيطلع الريزلت الصم S ويطلع حاجة اسمها كاري أوت. الفول أدر بيجمع A و B زائد الكاري إن بيطلع الصم والكاري أوت. هنبص عليهم في الرسومات اللي جاية. ده الباينري أدر. الهاف ادر بيطلع، بيدخل اتنين انبوتس ويطلع اتنين اوتبوت. الفول ادر بياخد تلاتة انبوت ويطلع اتنين اوتبوت زي الهاف ادر. الكاري ان او الكاري اوت بترجع باك تدخل ككاري ان في الفول ادر. زي ما انت شايف في كاري ان وفي كاري اوت. في الهاف ادر في الصم والكاري، كاري ما بنرجع، ما بترجعش، ما تجمعش في التو باينري نمبر A و B مرة أخرى. فده الفرق بين الهاف أدر وفول أدر. الهاف أدر تو إنبوتس، الفول أدر تلاتة إنبوتس. الاتنين بيطلعوا نفس اتنين أوتبوتس. الترو ستيبل فور هاف أدر زي ما شفنا، في اتنين أوت، في اتنين إنبوت واتنين أوتبوت، نكتبهم 0001 1011. بندخل الـ A و B وبنشوف الصم. الصم بتبقى 0110 والكاري 0001. لو جمعت انت adding هتلاحظ ان التروث تيبل دي تقدر انت تكتبها. ازاي نحقق التو كولم، العمودين اللي هو الصم والصم؟ ده العمود الاول اسمه الصم وده اسمه الكاري. الصم ده ممكن اجيبه بـ XOR gate. الـ A و B لو متشابهين يطلع زيرو، متشابهين يطلع زيرو. لو الـ A والـ B مختلفين، الـ A و B مختلفين يطلع 1. اللي بيعمل الفانكشن دي حاجة اسمها XOR، فبيطلع S اللي هو الصم. الكاري بقى الاوتبوت التاني، كل ده زيروز الـ A والـ B ما عدا 1 و 1 يدي 1. اللي بيعمل الفانكشن دي هي الاند جيت. اند جيت بتطلع الاوتبوت كاري اوت سي اللي هي ديت 1 عندما A و B يساوي 1، اذروايز بتطلع 0 كما انت شايف هنا. فلو اشتريت انت اكسور، واحده اكسور وواحده اند جيت، هتقدر على البريد بورد تعمل الدايره دي وتدخل A و B اي كومباينيشن من الاربعه دولت 0001 1011، هيطلع الصم والكاري. الكاري هتطلع هنا. ده الهاب ادر لوجيك سيركت وده التروث تيبل بتاع هاب ادر. الفول ادر عندنا 3 انبوتس و2 اوتبوت. ال 3 انبوتس هيبقى عندنا 8 000 لحد 111. هيطلع الكاري اوت ديت جمع عادي، وتطلع ده الصم، الصم هنا، وده الكاري بتاعتها. نقدر نحقق الصم العمود دوت اللي هو اربع وحايد عن طريق
عن طريق الاتنين اكسور هيطلع الصم. هنا تلاتة اند وواحدة اور، تلاتة اند وواحدة اور هيطلع السي اوت. فده ازاي تجيب بقى او على السيركت البريد بورد تقدر كرييت الفول ادر. يبقى الفول ادر عايزين اتنين اكسور وتلاتة اند وواحدة اور، يبقى عندنا ستة جيتس. الستة جيتس اللي حطيتهم على البريد بورد وحطيت اي بي سي هيطلع، هتحقق التيبل دي وهيطلع الاس والسي اوت. اوكي هنا ديت الاس والسي اوت عباره عن ثلاثه انبوتس اللي هي اي بي وسي ان. بنعمل التروث تيبل، الثلاث وحايد دولت خلاص مش هنقدر نعمل لهم جروبنج. في السي اوت الثلاث الاربع وحايد دولت ناخد الاثنين دولت والاثنين دولت وان جروب والاثنين دولت وان جروب، ونقدر نكتب الاس والسي اوت. الفول ادر ديزاين، الفول ادر ديزاين يوزنج تو هاف ادر، ادي اتنين هاف ادر همت ويفولو هنا باي اور جيت، هيطلع هنا الصم وهنا الكاري اوت. ده طريقه اخرى عشان تعمل فول ادر يوزنج هاف ادر، هتشتري اتنين هاف ادر وواحده اور وتطلع الاوتبوت الصم والكاري اوت منهم. عندنا ثلاثة انبوت كاري ان وبي وكيو، هيطلع اتنين اوتبوت اللي هما الصم والكاري اوت. اللي هاف ادر ممكن بالتروس تيبل، بالتروس تيبل البلوك دايجرام ده بيشمل جواه هذا البلوك جواه الاتنين جيتس دول الاند والاكسور. الاي وبي يطلع الكاري واكسور يطلع الصم، فزي ما انت شايف حققهم بالايه باللوجيك جيتس. يبقى دي اسمها كومباينيشنال لوجيك جيتس تحقق الهاف ادر. الفول ادر برضو نفس الشيء، الصندوق ده البلوك ده جواه ثلاثة اتنين هاف ادر وواحد اكسور، ونحقق التروث تيبل ديت. الهاف ادر اكس وواي وسي واس اتنين انبوت اتنين اوتبوت، بتعمل اكس وواي التو انبوت وتشوف السي هتساوي اكس واي، وهنا الاس هتساوي اكس واي بار زائد اكس بار واي اللي هي اكس اكسور واي، فتقدر تحققها باللوجيك دي. الفول ادر ادي ده التروث تيبل، ونعمل الكي ماب، الكي ماب بتاعت السي ان والاس هتطلع الوحدات نحطهم من هنا، الوحدات اللي هنا في السي ان ودي الوحدات اللي موجوده اس، نعمل التيبل ده والتيبل ده ونطلع الاكسبريشن ده، فيطلع عندنا هنا اهوت اللوجيك جي سيركت اللي بتحقق الفول ادر. يبقى اتنين اكسور واتنين اند وواحده اور، ده يوزنج الكي ماب والسمبليفيكيشن قدرنا نعمل الهاب ادر والفول ادر. وديت نهاية المحاضرة ونشوفكم على خير.